هذا يقول أنه طاف وفي أثناء الطواف يدخل مع الحجر، يخترق الحجر، يقول طوافك غير صحيح لأنك لم تطف بالبيت، الحجر من البيت، أغلب الحجر من البيت، وهو محوط علشان الناس ما يدخلون فيه بالطواف، حوط، فأنت لم تطف بالبيت وإنما طفت ببعض البيت، فعليك أن تعيد الطواف. إذا كان طواف عمرة عليك أن تعيد الطواف والسعي والتقصير من جديد، تعيد ملابس الإحرام عليك لأنك ما زلت محرما، وتطوف من جديد وتسعى وتقصر من جديد. نعم.